Chouette design, la chouette décoration. Merci beaucoup. Tawa bach narkiwa à un autre sujet. Le voyage ne s'arrête pas là, mais c'est une destination, destination. Tawa yajmia bach narkiwa à la sahar. Kekol kum sahar yajmia. Mahouch sahar l'aswad l'otfi arabi, rabi ba'ad alina. Bach narkiwa à la magie autrement. Qui fait zama autrement? Eh bien, je dis la charmante, la douce. Notre formatrice professionnelle, très bientôt experte, Emna Ben Ahmed. Bravo Emna. Et je tiens à vous remercier pour cet agréable moment de bonheur grâce à votre présence. Alors, aujourd'hui, j'ai dit que je vous ai 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 dit que je وهي ماهيش اي حكايه هي حكايتي انا اول ما كبرت بلوتو حليت عينيا في الدنيا حليتهم على محبه كبيره من عند الوالدين وكنت كيف كيف الحفيده الاولى في العائله اتربيت بنصيحه الخال في مينا وكيف كيف بالحكم نتاع الماما الزمنيه ما كانت تقول كان في الكلام اسمين تعديوا العوام بشوية بشوية ودخلت نقرأ في المكتب ثلاثة ولا أربع سنين والمعلمة تعيط للوالدة شو تقولها يا مدام بنتك تبارك الله عليها الي تريز انتليجنت وقراية عندها حويجة صغيرة برك الي ساج كومون ايماج وما نحكي لكمش وقتها على الفرحة متاع الوالدة روحت هكا لزيتوال في عينها امشي يا زمان وإيجا يا زمان نكبر وندخل نقرأ في الليسي الوقت ذاك الاجتماعات متاع الأولياء كانوا قدش على الراس مرة من المرات البروف دو جيستيون الله يذكرها بالخير جبت الوالدة على جنب وقالت لها يا مدام تا في نا اوكان بروبليم داسيميلاسيون دايور سي نوت كونفيرم بيان كالي اون تري بون اليف سامبلومون الي ساج كوم اون ايماج اي بان لا لو ميم مو سي ريبيتي اي لا ميم اتيكيت اللي لصقت فيا ونفس الرياكسيون تاع الوالده روحت فرحانه شكون كيفها بنتها قرايه وعاقله وتسمع الكلام اي elle vient d'avoir la confirmation de la part de sa professeur الوقت هذاك انا كنت في سن المراهقه كنت نحب نبني شخصيتي نحب نبرز ونعبر على رايي كي نتكلم كلمه يقولوا لي انت يطلع منك الكلام هذا يا اخي وقتاش طلعتهم الجرينات واللي تعرف تتكلم وقتها الحق متاع ربي انا ما فهمت حتى شيء زعما نعبر ولا ما نعبرش هاني نعبر ومن وقتها وانا وليت
إذا كانت عديت بحاجة فرحتني نمشي لك الجورنال انتيم ونكتبها وإذا كان كيف كيف حاجة وجعتني ما كم تعرفوا أدوليسانس فيها ياسر حاجات توجع نمشي للجورنال انتيم ونكتبها كيف كيف حتى من الحلمة ما كنتش نجم نحلم بصوت عالي كنت نمشي للجورنال انتيم مون اونيك كونفيدان ونكتب له كلمتي ومن وقتها ما نخبيش عليكم وليت عندي معزة كبيرة من حاجة اسمها الكلمة C'est la raison pour laquelle je vous ai choisi ce sujet. C'est le pouvoir magique des mots. L'hné, ma vocation, surtout, est l'expression positive qui détermine la personnalité et surtout augmente le niveau de confiance en soi. تعرفوا يا جماعة اللي العنف اللفظي يمارس في العائلات التونسية متاعنا نسبته وصلت لأكثر من 78% كيف كيف؟ La cartographie de la violence verbale a été modifiée durant ces deux dernières années 5 fois. فما زادة كيف كيف؟ دراسة أمريكية مازالت كي خرجت. قالوا اللي العنف اللفظي وإلا الكلمات السلبية انفكت لا بيرسوناليتي. كيف كيف تأثر على جهاز المناعة متاعنا. ونحن الأيامات هذوما ما حاشتنا كان بجهاز المناعة. تأثر كيف كيف على نوتخ سانتي مونتال و نوتخ سانتي فيزيك. إي بيان إيفيدامون notre niveau de confiance en soi. لهنا شكون فينا ولا شكون فيكم الكل ما تقالتلوش مرة في حياته كلمة عمره ما نساها زعما الكلمة هذيك كانت كلمة باهية اللي نفعته وإلا كلمة مسودة اللي ضرته شكون فينا اليوم ما يحبش يقاوم السلبية ويحاربها وشكون فينا اليوم ما يحبش يستحفظ على صحته راو كي نقولوا صحتي نبدا بالسانتي مونتال pour avoir une bonne santé physique et là je me suis posé la question la plus importante voire même fondamentale quel est l'impact aujourd'hui des mots qu'on utilise sur notre personnalité. شنو هو الاثر نتاع الكلمات نتاعنا في حياتنا وكيفاش نتصرفوا على خاطر الاقوال هما بيدهم لي بونسي وهما بيدهم notre comportement. لهنا je souhaite partager avec vous deux solutions. Donc la première solution يدو ما ظروف المباشر الحق. Alors la première solution c'est reprogrammer son cerveau. إنعم. كما قلت لكم انا الكلمة عندها عندي معزة خاصة برشا. كنت كي نتبع ايميسيون في راديو يحكيوا avec des philosophes ou bien des psychologues يتكلموا على قيمة الكلمة تلقى وذنيا هك. إذا كان فما كتاب يحكي على كلمة ولا يحكي على المعنى الكلمة ولا على الأثر متاع الكلمة تلقاني انتغسي ونقراه بالمرتين والثلاثة دونك عملت دي ريشيرش ولقيت اللي فما لو موند دو لا بي ان ال سي لا بروغراماسيون نورو لانغويستيك بالعربية هي البرمجة العصبية اللغوية اللي عطات قيمة كبيرة للكلمة وعطات كيف كيف ولا وضحت لنا اكثر القيمه نتاع لو سيرفو على خاطر نحنا العبيد ساعات نخافو كي نغزروا للمخ نتاعنا ديما عندنا كتوندونس هذيك نتاع المخ اللي هو هكا كبيرته اما راهو هكا كبره قد الدنيا الكل لو مون دو لا بي ان ال
وضحنا اللي المخ مقسم من حاجتين 10% برك اسمه العقل السطحي والا العقل الظاهر وهذايا الحق مانيش باش نحكي عليه برشا على خاطر يعرف يتصرف بالقدا هو اللي يخلينا نخمو هو اللي يخلينا نقرروا شنو هما لي ديسيزيون اللي باش ناخذوهم سهل على الاخر هو اللي يقول لك شنو يلزمك تاكل واش ما تاكلش وهو اللي يخليك تعرف تختار القرار نتاعك الصحيح اما اليوم باش نسلطوا الضوء على 90% نتاع المخ الاخرين اللي هو اسمه العقل الباطني معناها لانكونسيون يقول القائل كيفاش جو في اجير على لانكونسيون تاعي لهنا جو في اوتيليزي لو موسكل لو بلو بويسون دو نوتر كور تعرفوها لو موسكل لو بلو بويسون دو نوتر كور لو كور Donc, le muscle le plus puissant de notre corps, c'est la langue. Et dès que l'inès bekri qaloun alih, idha suntu salak, ou idha khantu khanak. Lehne l'haq, mouch pch n'artikoum cours fil PNF, pch n'khalikoum wahadkoum, t'ktashfou, ou t'mchiou tabahfou taqraou fiha l'hkaya dhia. Pch n'artikoum mouqarba sghira, bin l'falleh, ou l'mokh mta l'insan. الفلاح ما يزرع في أرضه كان البذرة الطيبة ويسقيها بالماء الباهي ويزيد يبدأ يلوجلها على نوع السماد الباهي علاش حسب رايكم باش يتحصل على ثمرة بنينة وفاوحة كيف كيف العقل كيف كيف المخ يلزمني نعرف شنو نتكلم وشنو نزرع في مخي كي أنا نزرع فيه الكلام اللي يشجع كي انا نزرع فيه الكلام اللي يبني كي انا زادة نزرع فيه الكلام اللي يحفز وقتها نعرف روحي اللي باش يولي وعندي افعال ايجابيه وانا ولا انتوما لكلنا افراد في المجتمع كي انا نبدا نتصلح وانت تبدا تتصلح وانت من غادي تبدا تتصلح نبني مجتمع هيل وهذاك هو المجتمع اللي حاشتنا به اليوم نحبوه ايجابي اما يقول القائل ديما نسمعوا على البوزيتيفيتي وديما نسمعوا على الكلام الايجابي وديما نقولوا جود فايبس لين وليت كلام من غير تطبيق يقول القائل كيفاش باش نوصل نطبق البوزيتيفيتي هذيا ولهنا باش نتعداو بها للحل الثاني اللسان متاعنا هو دواء وباش نتعدى بيه للحل الثاني وباش نقول لكم كيفاش سميتو انا quelqu'un à qui parler en fait ماهوش انا اللي سميتو هذايا اسم متاع كتاب كتبو لو بسيكولوج فيكتور روزنتال قال لنا لهنا بالحرف الواحد بلوتو عطانا اون بون ريسيت دو غيريزون وقال لنا ك لتر هومان ا لا بوسيبيليتي دو بارلي افيك سا فوا انتيريور انعم وهبش نقرب لكم شويه شكون فيكم اليوم اللي ما يبداش مروح من الخدمه للدار وفي كرهبتو ويحكي وحده ساعات العباد يقعدوا يقولوا عليه مهبول ما يفيق كان ما يلقى الكرهبه اللي بحذاه يقول شبيه هذا والا ساعات كيف كيف يبدا واقف قدام المرايه وحده ويبدا يحكي ويقول ويسمي وتعجبوا الحياه والحديث بينه وبين نفسه نزيدكم حتى اكثر من هذا ساعات نبدا في وسط مجموعه صاحبتي نبدا نستنى فيهم وقتاش باش نعمل انا وياهم قهوه ما ليناش بعضنا عندنا سنين نحكيوا في سوجي تري امبورطون هما يبداو يحكيوا في السوجي وانا مخي سارح عرفتي اليوم سألتني سؤال وانا شبيني ما عرفتش نجاوب دوماش ساعة نعرفها الغيبونس كنت نحب نوريها لي كومبيتونس نتاعي وقتها سبحان الله تتذكروا وانتي فاك القهوة اللي قاعد فيها هذاك هو كيلكان ا كي بارلي اون دوا اوتيليزي سيت ريسيت لو بسيكولوج هذا هو بيدو فيكتور روزنتال حكى وقال على الصغيرات
اي وعندنا برشا صغيرات اليوم في الصاله مرحبا بيهم بالكل وان شاء الله يكونوا من احسن لي زادولت نتاع دما دونك الصغيرات عندهم قدره في التركيز ياسر باهيه والصغيرات كيف كيف كي تسالهم على سؤال ils savent très bien choisir les mots et ils savent très bien choisir leurs réponses هذيا يلقاوها ما كل حكايات نتاع الطفله الصغيره هي وعروستها اللي تبدا تتخيل في حكايه كامله وتحكي فيها والا كيف كيف الوليدات باش ما يتغشوش علينا يبدا يصفف في الجنود الكل نتاعو في البيرو ويبدا يتخيل في مشهد كامل هذيا يا جماعه راس الفتل اللي نحبوا نشدوه c'est là où je vais passer de l'imagination vers l'action انا اليوم نحب نطور من روحي ميسالش عندك الحق باش تحلم وعندك الحق باش تتخيل المشهد وتبدلها الكلمه اللي خرجت من الاول ماهيش باهيه بكلمه تنفع لهنا فما الحقيقه عالم اخر اللي يتكلم وقال اللي الكلمه عندها حس ينعم chaque mot a un son et le son a une fréquence vibratoire اللي الفريكونس هذيا يسجلها المخ chaque fréquence vibratoire enregistrée dans le cerveau génère une énergie لهنا Je vous invite tous et toutes, plutôt toutes et tous, à suivre ce cercle vertueux. J'utilise un mot positif pour générer un son positif qui génère une fréquence vibratoire, pareil positive, et je suis toujours entourée par une énergie qui est positive. L'année, je m'en vais. باش نختم بحويجة اللي هي نحن التوانسة on a une identité qui est unique ديما نسمع الكلام اللي التونسي عندنا 3000 سنة حضارة اي نعم كل واحد فينا عنده سو تامبغ اللي هو لاصق فيه التامبغ هذايا ما جاش من فراغ عندنا ابن خلدون من 1400 سنة اللي هو عالم مش كان في علم الاجتماع فقط هو عالم في الاقتصاد هو عالم في برشا حاجات لليوم العباد اللي تقدر قيمة الكلمة وقيمة الأبحاث الاجتماعية قاعدين يبحثوا في الأقوال متاع ابن خلدون لليوم الناس تقدر في كلامه أحسن حاجة قالها في علم الكلام وإلا في القيمة متاع الكلمة يوزن المرء بقوله ويقوم بفعله تمشيش تستخايل ولي أنا عايشة ديما في الكلام الإيجابي وديما وأنا نضحك وديما وأنا شيخة وديما وأنا محليني كيما الناس الكل ينجموا يتعداو بمراحل أقل بهوى باش ما نقولوش حاجة أخرى أما مالغري سا أنا اليوم واقفة قدامكم الناس الكل ونجمت نتحدى كل ما هو سلبي في الدنيا ونجمت نتحدى الكلمات السلبية الكل اللي تقالوا ونحيت الإيماج من مخي متاع ساج كوميون إيماج واليوم تحديت هذايا باش نعبر ونتكلم اليوم جست نختم بحويجة برك Dites ce que vous sentez. Miselch, qui t'achar bel-hub, koulou, raou mahlé, koul bel-haq li ena n'hibbek. N'hibbkoum hatena. Ama ena l'haq t'qalit li ahsen kelma, li hiya andha amin, min and binti. Qalit li je t'aime maman. Et c'était le premier cadeau que j'ai reçu de sa part. Ou li lioum ou ena aïcha, في اللذة متاع الكلمة هذيك اللي هي محلاها وبدوري نحب انا جو لا ترانسفير ا ماما شيري كي aujourd'hui parmi vous في البوبليك pour lui dire que je t'aime très fort merci à vous
Bravo. La chanson, maman, mais c'est ça, c'est ça. Quand j'ai froid, elle se fait lumière. Tasfiq akbir al Emna Ben Ahmed. Mes prières. Merci beaucoup. Oh, matrice experte. Silence. Merci. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle. Elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel.